قبل لا ننتقل إلى الماجنيتو إغنيشن سيستم، راح نشوف الادفانتج اوف كونفنشنال إغنيشن سيستم، اللي هي الباتري، نسميها كونفنشنال إغنيشن سيستم أو باتري إغنيشن سيستم مثل ما متعارف عليها. الميزات مالتها المحاسن، أولا simple to maintenance، راح تكون دائرة أو منظومة بسيطة، بالتالي نقدر أنه نديمها نصلحها، هذه يعني ما بيها أي تعقيدات. Number two is suitable for low and medium speed. Sorry. يعني راح تكون هي متناسبة أو متطابقة، تتناسب مع السرعة المتوسطة والبطيئة. أيضا النقطة الثالثة اللي هي راح تكون inexpensive، ما راح تكون يعني أسعارها يعني غالية، وهذه راح تكون رخيصة. Magneto Ignition System MIS. Magneto is a special type of electric generator. إذن هو عبارة عن مولد كهرباء من حالة خاصة، هو هذا الماجنيتو. راح يكون it's mounted on the engine، مثبت على المحرك، و replaced and replaces all the components of the coil ignition system except the spark plug. راح كل هذه منظومات اللي حكينا عليها بالcoil ignition system or battery ignition system كلها تنشال وتتغير بعناصر أخرى، ما عدا إنه السبارك بلاغ راح يكون موجود. الماجنيتو when rotating by the engine راح يدار عن طريق يعني هذه الماجنيتو يدار عن طريق المحرك. is capable of producing، إنه قادر على إنتاج very high voltage، راح ينطيني فولتية عالية جدا. And does not need a battery، ما تحتاج إلى باتري. لاحظ هناك قلنا الفرق إنه هناك ماكو باتري، هنا أنا أكو يعني بالباتري إغنيشن سيستم موجود الباتري، هنا أنا ماكو باتري. يعني يتولد الكهرباء اللي راح يحتاجها بداية التشغيل، راح يولدها الماغنيتو. ليش؟ لأنه الماغنيتو مربوط على المحرك، عندما يدور المحرك إذن راح يولد لي الهاي voltage، وبالتالي فإنه does not need a battery as a source of external energy، إذن ما تحتاج إلى مصدر خارجي للطاقة. راح نأخذ لنا لمحة على الفيجر مالت شون تبنين تتكون الماجنيتو إغنيشن سيستم. إذن نشوف هنا بهذه الرسمة اللي هي الماجنيتو إغنيشن سيستم منين راح تتكون. لاحظ هنا الإغنيشن سويتش، عندما تكون تتوصل الدائرة يفتح، هذه راح توصل الدائرة، بالتالي راح تكون هي مربوطة مع الأرضي. لاحظ أيضا هنا عندي كوندنسر، مثل ما طرقنا للباتري إغنيشن سيستم. وأيضا عندي هذا الكونتاكت بريكر، كونتاكت بريكر، والكونتاكت بريكر مربوط عليه هذه الكام، والكام راح تكون بشافت هذه روتيتينج ماجنت تو بولز، شون هنا هذا راح يكون ب تو بولز يعني ان و اس مثل ما تعلمته بالكهرباء، بالإضافة إلى راح يدور عن طريق هذه الكويل. الكويل هنا راح يولد مجال مغناطيسي. لاحظ هذه الخطوط اللي هي راح تكون primary winding المتصلة، لاحظ. أما هذه المنقطة راح تكون للsecondary winding، إذن راح يجوا هنا يربطون مع الديستريبيوتر، ديستريبيوتر والديستريبيوتر راح يوزع لنا الى الاغنيشن بلاك. ايضا انه هذه عندما تكون الدائره مفتوحه هنا، يعني ماكو اي سبارك. لاحظ مثلا من ينتقل من هذه النقطه الى هذه النقطه، راح
ما راح تتوصل الدائرة بالأرضي، وإنما يرجع وين؟ يرجع إلى الكوندنسر. راح نعطي فد شرح وافي إلى هذه. لاحظ إن أنا يتشابه نظام هذا الاشتعال أو الإشعال الإغنيشن ماجنتيك إغنيشن من حيث المبدأ مع النظام البطارية، قلنا باستثناء اللي هذا الموجود في قلب الملفات. هذه راح أشوف هذه راح تكون تختلف، اللي يمكن أن إنتاج المجال المغناطيسي بواسطة هذه المغناطيس الدوار. عندما يتحول المغناطيس يتم إنتاج، لاحظ هنا هذا راح يدور هنا، قلنا يتحول، يتم إنتاج المجال من الحد الأقصى الموجب إلى الحد الأقصى السالب والعودة مرة أخرى، يعني هيك راح يدور. فعندما ينتقل هذه مثلا، هذا الطرف يجي لهنا وهذا يرجع لهنا مرة أخرى، نظرا لهذا المجال المغناطيسي يقع من قيمة قصوى موجبة، ايش راح يسوي؟ يتم تحفيز الجهد والتيار بمن؟ بالبرايمري ويندينج يعني الملفات الاوليه. ايش راح ينتج لنا؟ راح ينتج تيار اساسي. هذا التيار الاساسي ايش يسوي لي؟ يسوي لي مجال مغناطيسي. هذا المجال المغناطيسي اللي يكون خاص بي ويحافظ على المجال المغناطيسي الاجمالي. هذا الإجمالي يعني البيمن المحيط بيمن بالسكندري، سكندري ويندينج. عندما يتحول المغناطيس الدائم يعني بما فيه الكفاية، بحيث شنو راح يكون؟ يكون يساهمنا بالمجال الكلي. راح يتم فتح نقاط التكسر اللي موجودة، ويتحول هذا المجال المغناطيسي حول السكندري ويندينج، زين. فإذا هذا ايش راح يولد لي؟ يؤدي إلى جهد عالي وين؟ بالملف الثانوي، اللي راح يؤدي إلى يعني الى هذه السباركينج بلاج يعني للموزع، للديستريبيوتر. راح يجي هنا ينطينيها للديستريبيوتر. هاي المغناطة اللي راح تكون هنا راح تكون وحده فعاله وموثوقه ومكتفيه ذاتيا، يعني بحيث انه هي راح تولد التيار نتيجه الفيض المغناطيسي. مع ذلك انه راح نشوف انه الماجنيتو لن يوفر جهد كافي للاشعال بسرعات منخفضه. شلون يعني؟ لانه يعد الاختلاف في توقيت الاشعال اكبر صعوبه مع المغناطيس، حيث انه من يكون المغناطيس الدوار، هذه المغناطيس الدوار في الوضع الأكثر ملائمة، بحيث أنه يولد لي الماجنت هنا يعني الفيض المغناطيسي، ممكن من الممكن تغيير زاوية الكرانك المحرك اللي راح تفتح عندها نقاط المغناطيسية. ليش؟ لأنه دون الإخلال بالعلاقة بين من؟ بين الفتحة اللي موجودة هنا مع توليد المغناطيس. فراح نشوف هنا إذا وصلنا هذا السويتش هنا، راح يبدي احنا يندار المحرك، راح يندار المحرك، بالتالي راح هذه من الدور تبدي الدور. إذا صارت عندي فيض مغناطيسي، هذا الفيض المغناطيسي يولد لي تيار، هذا التيار راح يكون مربوط مع الديستريبيوتر. لاحظ هذا التيبل راح ينطيني المقارنة ما بين conventional ignition system والماجنيتو ignition system. لاحظ هنا conventional ignition system تكون battery is required the engine، لابد انه تحتوي على
باتري وإلا ما يشتغل هذا المحرك cannot start when battery is discharged. اوكي ما يشتغل محرك بدون ما انه التفريغ راح يكون من خلال is not start when battery is discharged. اذا ماكو باتري ماكو ما يشتغل محرك. الماغنيتو no battery is needed, ما تحتاج الى باتري لتشغيل المحرك, and hence no problem for battery discharge. النقطة الثانية primary current from the battery, راح يكون ال primary current يجينا منين, من الباتري مثل ما شفنا. ال primary current from the magnetic, from the magnetic يعني هو راح الماغنتيك هو اللي راح يولد لنا ال primary current. النقطة الثالثة good spark at low speed, لاحظ هنا ينطيني شرارة جيدة بالسرعة البطيئة. هنا السبارك از بور ات لو سبيد, راح تكون مو تمام يعني فقيره باللو سبيد, اند اوكسيلري هيرب مي بي ريكوايرد, وبالتالي هنا راح اكو لازم يعني فشي ثاني ثانوي هو اللي راح يزيد هذه الكثافه مالت السبارك. الستارتنج اوف انجن از ايزر, تشغيل المحرك راح يكون سهل. هنا النقطة الرابعة engine starting is rather difficult, راح يكون انه بدء المحرك او تشغيل المحرك صعب الى حد ما. النقطة الخامسة occupies more space, راح تاخذن تتطلب يعني حيز اكثر, تشغل حيز اكثر. هنا بالماغنيتو occupies less space, راح يكون ليش؟ لأنه ما بيها باتري وما راح تأخذ حيز أكبر. النقطة السادسة إنه mostly employed in petrol cars and buses, استخداماتها راح تكون عديدة بالمحركات اللي تشتغل على البنزين وأيضا بالباسز, هاي سيارات للنقل الكبار يعني شايفين هذه السيارات الصفر وإلى آخره. Used in motorcycles and racing cars, إذا الاختلاف هنا راح يكون من ناحية المكان نوعية المحركات اللي تشتغل عليها. هنا petrol cars and buses, هنا تستخدم بالموتورسايكلز and racing cars.